معنا دكتورة نوف النصار، عضو هيئة تدريس كلية الإعلام والاتصال. صباح الخيرات. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا وسهلا، حياك الله دكتورة. يعني المرأة السعودية حققت يعني قفزات كثيرة وتقلدت مناصب، وأيضا تم تجهيزها لقيادة مناصب كثيرة. كيف سينعكس كل ذلك على قمة مجموعة العشرين، وكيف ستنعكس مخرجات مجموعة قمة العشرين على المرأة ودورها سواء في العمل أو غيره؟ أولا حابة أبارك لملكنا البيعة السادسة، وكانت 6 سنوات حافلة بالعطاء وبالنجاحات، وكانت فرصة لتمكين المرأة. أيضا نبارك للملك سلمان ونجدد البيعة ولولي عهده. نتكلم عن موضوع المرأة في قمة العشرين. طبعا هو موضوع مثل ما كل عارف أنه تمكين المرأة ليس فقط في السعودية، إحنا نتكلم عن تمكين المرأة بشكل عالمي. دائما النظرة المحدودة أنه المرأة السعودية هي التي لم تمكن، ولكن هذا غير صحيح. العالم بأجمع يعاني من هذه المشكلة. ثاني شيء، لما نبغى نتكلم إحنا عن المرأة السعودية تحديدا، لأنها هي اللي طبعا اللي تهمنا، طبعا تمكنت المرأة السعودية أنها تصل إلى أعلى المناصب، تصل إلى أفضل الشهادات العلمية، بحكم أني أنا كنت مبتعثة سابقة في برنامج خادم الحرمين. ندين بالفضل طبعا لبلدنا أول شيء، اللي سمحت لنا بهذه الفرصة أننا نذهب للخارج، نحصل على أعلى الدرجات ولله الحمد، حتى نرد الجميل طبعا لهذا البلد. قمة العشرين جاءت لتساعد هؤلاء الفئة اللي طلعوا طبعا في الخارج وفي الداخل أيضا للوصول إلى هذه الأماكن بما يتناسب طبعا مع مؤهلاتهم وتخرجهم وشهاداتهم بشكل عام. يعني الفرص للجميع. نشاهد داخل المملكة العربية السعودية مناصب قيادية طبعا للنساء والرجال على حد سواء. اليوم قمة العشرين دكتورة، وانت تشوفين المجموعات في قيادتها نساء، أيضا هناك العديد من البرامج، يعني المرأة هي من تدير وأيضا تنتج في هذا البرنامج. صحيح. بثقة كبيرة وبقرار مستقل. صحيح. كيف يمكن أيضا أن يعكس صورة حول نجاح القمة أن هناك أيضا قياديات من أنجحنا هذه القمة؟ طبعا لما احنا نشوف هؤلاء القياديات هم اللي حينجحون البقية. لا. لأنه مجرد وصول مجموعة منهم هذه معناته سيصل البقية. أيضا لما أنا أتكلم عن التمكين، دائما للأسف ما في صورة واضحة عن ما هو التمكين بشكله الصحيح. دائما فكرة التمكين دائما تجي بشكل سلبي، ولكن في الحقيقة التمكين هو كيف أني أنا كسيدة سعودية أستطيع أني أنا أكون موجودة في هذا البلد، أقدم ما أستطيع من تقديمه، أحاول أكون عضو فاعل، أتحمل المسؤولية، وهذا هو مفهوم التمكين. طبعا في مجموعة كبيرة من اللي حصلوا على مناصب، منهم سفيراتنا العزيزات الأميرة ريما والسيدة أمال المعلمة في النرويج، وأيضا جامعاتنا الآن جامعة الأميرة نورة وجامعة الإلكترونية أيضا يديرها نساء. في السابق ما كنا نشوف هؤلاء يعني في هذه المناصب. أيضا اللي أبغى أتطرق له تمكين المرأة، أيضا المرأة العاملة. لما نجي نتكلم عن المرأة العاملة اللي مثلا تكون محدود الدخل أو محدود التعليم، هؤلاء أيضا الآن لهم فرصة أنهم يكونون أعضاء فاعلين في بناء هذا البلد. في جمعيات كثيرة الآن حريصة على أنها تقوم فيهم، بحيث أنها تساعدهم أنهم يكونون موجودين في توفر لهم الوظائف المناسبة لهم، بحكم أنهم لم يصلوا لمستوى التعليم المطلوب. فهؤلاء أيضا تمكين المرأة في مجال المصانع، خطوط الإنتاج، هذا كله. يعني إحنا ما نتكلم عن فئة معينة في المناصب فقط، ولكن نتكلم عن تمكين المرأة السعودية بجميع مستوياتها التعليمية. جميل. يعني هناك الكثير من المبادرات التي قدمت للمرأة،
داخل المملكة العربية السعودية. أكيد. لو قارنا المملكة المرأة أيضا خارج المملكة حنلقى أنه هناك محاولة لدعم المرأة عالميا بشكل عام. صحيح. هنا هذا الدور اللي قدم للمرأة، ما الذي على المرأة أن تقدمه؟ ما الذي عليها أن تفعله كي يعني تصل إلى القمة وتستطيع القيادة بالشكل الصحيح والمناسب؟ يعني بلدنا قدمت كل ما تستطيع بداية من هذه قمة العشرين. هذه تعتبر بداية لفتح الأبواب أمام هؤلاء النساء للوصول إلى المناصب اللي يستطيعون أنهم يكونون عضو فاعل فيها. فقمة العشرين هي البداية. طبعا احنا ما نتكلم فقط عن الآن وهذه القمة، احنا نتكلم عن على مدار 6 سنوات منذ بداية تولي ملكنا سلمان كان عنده اهتمام كبير في تمكينها المرأة، والآن اللي قاعدين نقطف ثماره طبعا في قمة العشرين. أتوقع أنه إن شاء الله في السنوات القريبة القادمة ستكون المرأة والرجل يمشيان في خطين متوازيين، الكل يحاول يقدم أفضل ما عنده حتى يستطيع أنه يرتقي بهذا البلد ونرد جميل هذا البلد المعطاء ونكون أعضاء في نهضة ونجاح هذا البلد. يعني دكتورة، المحور الرئيسي فيما يتعلق بتمكين المرأة في مجموعة العشرين الذهاب نحو نهج شمولي لما يعنى بتمكين المرأة بكافة الفرص، بكافة الفرص، من خلال استعراض طبعا دراسات حول المشكلات التي تواجه المرأة على مستوى العالم. طبعاً. نتحدث عن الفوارق فيما يتعلق بالدخل، أيضا فيما يتعلق في خطة السير وصولا إلى التمكين والمناصب. يعني هذه مشاكل مشتركة على مستوى العالم. على مستوى العالم. لما تطرح بهذا الشكل العلمي في هذه القمة للبحث عن حلول، إلى أي مدى يعطي تفاؤل لمستقبل الأفضل فيما يتعلق بالتمكين إذا ما تحدثنا عن الفرصة المتساوية كنهج عالمي وشمولي؟ نقدر نقول أن الفرص يعني حتى لو ما كانت متساوية، ولكن في مجال أنه الواحد يبحث عن هذه الفرصة، معناته في ناس داعمين لهذا الشيء. قمة العشرين تدعم أني أنا أحاول أبحث عن فرصتي. في السابق يمكن أنا يكون عندي فرصة ولكن لا أستطيع أني أنا أوصل لها، ولكن الآن لا، في صار في توجه، اهتمام، أننا نكون مقبلين على هذا التمكين بأفضل طريقة، مقننة، مرتبة، فرص متساوية، نستطيع أننا إحنا يعني أنا أشبهها مثل الشطرنج. كيف أنك تحط الشخص المناسب في المكان المناسب سواء كان مرأة أو رجل. طبعا طبعا هم يكملون بعض، ما في أبدا مرأة بدون رجل وما في رجل بدون مرأة. أكيد خبرات مختلفة وطرق تفكير مختلفة، وأكيد أنهم يمشون جنبا إلى جنب في من أجل تحقيق هذا التمكين، ولولا الرجل لما استطعنا أننا نتمكن. طبعا أكيد. يعني في البداية أبغى أسألك، قبل ما أسألك يعني عن موضوع القمة، أبغى أسألك عن المبادرات أو الدورات التدريبية التي قدمت من وزارة العمل أو من وزارات مختلفة لتمكين المرأة من القيادة. هذه الدورات التدريبية هل من الممكن أنه القمة تسعى لعمل دورات تدريبية عالمية للمرأة حول العالم في الدول النامية والدول اللي ممكن تكون المرأة فيها يعني تعاني من قلة التعليم؟ لأنه إحنا لو تكلمنا عن موضوع التعليم فهو التعليم هو الأساس في أنه المرأة تصل إلى صحيح. القدرة على الأطاء والقدرة على الإنجاز بشكل عالمي. إحنا ما نقدر طبعا نعرف ظروف البلدان الأخرى أو النساء في البلدان الأخرى في مجال الحصول على هذه الدورات أو التعليم، ولكن بالمقابل إحنا عندنا هنا بالسعودية اهتمام كبير جدا في يعني تقديم كافة مجالات الدورات المختلفة اللي تساهم في رفع مستوى المرأة السعودية في أي مجال، سواء في وزارات أو الهيئات. دائما ما تشوفون مجموعة كبيرة من الدورات تحاول أنها تسهم في يعني تمكين المرأة وأعطاها أفكار جديدة، مساهمتها في ذلك سواء كانت مدربة أو متدربة، كلهم يعني يدورون بنفس الاهتمام.
لما نجي نتقول أنه التمكين هذا طبعا عندنا بالسعودية زي ما ذكرت أنه تطال كل فئات النساء سواء المتعلمات أو غير المتعلمات، وهذا هو الهدف من التمكين. لأنه التمكين كيف أصنع من هؤلاء النساء يعني يكونون مستقلين مستقلين بأنفسهم، بحيث أنهم يستطيعون أن يمشوا في هذه الحياة يعني بدون ما أنهم يصلون لمراحل متدنية في هذا. بالعكس، أنا أقدر أوفر لهم العمل، أوفر لهم الدورات، أوفر لهم التدريب حتى يستطيعون أنهم يقومون بأدوارهم في هذا البلد. يعني نماذج كثيرة للمرأة السعودية نفتخر بهن، بل نماذج تصدر للاقتصادات العالمية. نشوف المرأة السعودية حتى تعمل كطبيبة وتعمل كمستثمرة وتعمل في دول في جميع المجالات فعلا حتى على مستوى العالم. نتمنى دائما وابدا لك وللجميع التوفيق. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتوره نوف النصار، وانت عضو هيئه التدريس بكليه الاعلام. يعطيك العافيه دكتوره. الله يعافيك، شكرا جزيلا.